رفعت بجوج كلمات هو الاقتناع الصميم. الاقتناع الصميم اللي كيجي من الحجج التي نوقشت امام المحكمه اللي تناقش امام المحكمه كحجج راه باينين. اذا وضعنا في الحجيه الوسائل الاثبات غنلقاو ان المحكمه مشات بعيد في ادوات الاقتناع، لان بقى من الحد الان ما كاينش شي اداه اقتناع حقيقيه. جميع الشهود برأوا توفيق بوعشرين من الساحة ديال العمل الأمر المنسوب إليه، مطالبة بالحق المدني أصلا ما عندهم حتى شي حجية في الأقوال ديالهم، والمشرع الجنائي ما عطاش صلاحية للمحكمة باش تستدعيهم. علاش؟ لأن ما عندهم حتى شي هدف من بلوغ الحقيقة، من غير باغيين الفلوس 100 مليون اللي باغي 8 مليون، فبالتالي لا قيمة ولا وزن ولا حجية لكلامه. وحتى بعض المطالبات بالحق المدني برأوا توفيق بوعشرين، إذا تستمع مع المطالبات كان مهم. الشهود كذلك، إذا أدوات الاقتناع اللي مرت بها المحكمة الموقرة من فيديوهات إلى آخره لم تصل القناعة، فأمرت بإجراء خبرة عل هذا الاقتناع الصميم يصل إلى شيء. هذا الاقتناع الصميم لا زال يدور حول نفسه، باقي لا زال فارغا. وسألنا بكل صراحة، قلنا لهم شنو استفدنا من انجاز خبره؟ المحكمه بغات تخلق قناعه على راسها، اشنو استفدنا؟ لان كاين اسئله تقنيه وكاين سؤال جنائي واحد، واش هذا اللي في الفيديوهات التوفيق او ماشي توفيق؟ جميع الاسئله التقنيه وجميع الخلاصات واش كتجاوبنا على هذا السؤال هذا؟ اذا احنا باقي بحال الان ما درناش خبره، نفس الوضعيه اللي احنا فيها. لا، انا كنتمنى نوصلوا للحقيقه ويقولوا لنا هذاك هو توفيق بوعشرين، ولو ان الخبره انجزت على نسخ. ولكن يقولون بان السؤال الجنائي الكبير واش هذاك توفيق ولا ماشي توفيق؟ هذا هو السؤال العارض. جميع الحجاج مفبركه ولا غير مفبركه؟ حنا سمعتوا الدفاع كيقول شكون اللي كاين في الفيديو، اذا حتى واحد ما قال فينا مفبرك. في نظركم اذا كان عندنا خلاف ثمن البطاطس، واش غنعينوا خبير باش يمشي يشوف الطماطم في السوق شحال كتسوى؟ خاصنا نصيفطوا خبير على البطاطس. حنا عندنا خلاف في البطاطس وصيفطنا خبير على الطماطم، هذا اللي وقع في هذا الملف. هذا اللي وقع في هذا الملف، عندنا سؤال جنائي عريض كبير، واش هذا توفيق كيقول ماشي هو اللي في الفيديو؟ الخبره ما جاوبتش على هذا السؤال اسيدي. اذا حنا باقيين في الوضع ديالنا الحالي، طلبنا من المحكمه تستدعي الخبراء باش نناقشوهم باش تكون خبره نوقشت. لان انت ملي كيصيفطك الطبيب يعمل واحد التحليله كتمشي تعطيها للطبيب ديالك ما كتقراهاش انت. الاستاذ الماروري مشكورا الزميل ديالي في الهيئه في هيئه الدفاع وضح بشكل مستفيض نقاط التقنيه، حنا كدفاع محامون ما قدرناش نوضحوها. ولكن قلنا للمحكمه يجيو الخبراء يوضحوا داكشي اللي جابوا، راه باقي داكشي تقني. واش داكشي التقني كيجاوب على السؤال الجنائي ام لا؟ لان في النهايه القاضي غيحكم بالاسئله الجنائيه اللي خصها تطرح، واش هذاك توفيق ام واش هو الفاعل او ماشي الفاعل. واش كتقولوا في هذا الاطار ان الخبره اوجد بها لاشخاص غير مؤهلين؟ لا لا لا، الاسئله ما السؤال الجنائي ما تطرحش اصلا، ما جاوبوش على السؤال الجنائي اللي حنا كنطرحوه كدفاع ديال المتهم، واش اللي تم توفيق او ماشي توفيق. هذا هو اللي كاين. اقتناع الصميم واضح في الماده 287 من قانون المسطره الجنائيه، كيعتمد القاضي فعل الحجج التي نوقشت. كاين اطراف ما جاتش، ما يمكنش النيابه العامه تموت عليهم، ما ناقشناش كاع الحجج ديالهم، ما يمكنش نهضروا عليهم. كاين اطراف مدنيه اللي برأت توفيق بوعشرين، لا توجد حجه. الشخص ملي كيجي وكيصدم كطرف مدني ما كيبقاش حجه في حد ذاته، كيبقى كيجي دافع على مصالحه وعلى الدريمات اللي تحكم ليه به المحكمه. ادوات الاقتناع واضحه، المحكمه مشات للشهود ما اقتنعتش عليها، مشات للخبره. الخبره لحد الان ما يمكنش محكمه، انا بالنسبه لي المحكمه ما يمكنش تقنع بهذه الخبره اللي دارت. يعني لا تجيب واش هذاك توفيق ولا ماشي توفيق، وفيديوهات صح او ماشي صح عطيوني واحد. ما تدوليش على اللي ما بقاش كاين وعلى توفيق بوعشرين. تولي اي واحد تيني ولا توفيق بوعشرين بامانه وبحرص على مصالحه ولحدود الان كيقول، او لا حتى توفيق كيقول بان هذاك توفيق بوعشرين. حتى واحد كل او لا كيقول فيديوهات صحيحه او لا باطله، احنا ماشي ديالنا ما عارفينهمش، حتى الصحه او مفبركه وكذا احنا ما عارفينش. وكاين اشارات بان ذاك زوج اسماء حلاوي اللي كاين تما، كيف غنعملوا هذه المعادله هذه؟ فهذه معادله ما يمكنش حنا نجاوبوا عليها كدفاع، خص مسائل تقنيه. فقدرنا او ما قدرناش نوصلوا هذا الشرح للمحكمه، حنا بسطنا وسجلنا في محضر الجلسه، وكيبقى ما سجل في محضر الجلسه هو الاساس، ودفعنا على قرينه البراءه هي الاصل، وناقشنا كذلك من ناحيه التجار البشر والاركان ديالو، وضحنا ان الفعل استقطاب ما كاينش، استقطاب كان استقطاب مؤسسه اعلاميه، خلود الجبري عند كفاءه مهنيه، اذا استقطاب ديال لكفاءتها.
نعيمة الحروري كذلك، أسماء حلاوي كذلك، كاين مؤسسة استقطاب ما كاينش، الأركان هما هذو الاستقطاب والوسيلة والغرض. الوسيلة ما كاينش ابتزاز ديال الفيديوهات، جاو الشهود نفاو داكشي، الغرض ديال الدعارة ما كاينش غرض ديال الدعارة، وهذه الجريمة كما سبقني قبل نقيب أعمق قال هذه ماشي جريمة أخلاقية لتجارة في البشر، تجارة في البشر هو جريمة كبيرة من هكا، كانوا يحجزوا الزودياكات وداكشي نقولوها محجوز ديال تجارة في البشر، علاش؟ لأن كاين استقطاب مجموعة الناس، كاين واحد الوسيلة مشتركة بيناتهم. فين كنجيو في هذا الملف الناس باغا الفلوس، ها اللي طالب 80 مليون، ها اللي طالب 100 مليون، واحد خاب بالك يخليوه بلا جحت هو كيطلب شي شويه ديال الفلوس. يعني هناك اقاويل تجزم بالقول ان زوج حداوي استعمل كتبشي. انا ما كندخلش في هذا الشيء، حنا في فيديوهات ماشي من عندنا، ما عارفينش كاع داك الشيء اللي تما، ولكن كاين اللي كيظهر له داك الشبه. كيف ما ظهر لك هذاك التوفيق يظهر دابا تصور معايا الدفاع ديال واش كيقول لي يمكن يكون هذاك زوج حلاوي، يعني كنأكد بان هذاك الفيديو صحيح. أو لا؟ ولكن كيتعلق بزوج ديال أسماء حلاوي مثلا. ولو انا باقي ما شفتش الفيديوهات كلهم، ما كنت غايب ديك الجلسات ديال الفيديوهات. يعني دابا وضحت الصوره، ما بقاش الغموض في الفيديوهات من اللي اتضح بان داك زوج حلاوي. لا انا بالنسبه لي ولا حتى بالنسبه لتوفيق 24 كاين اللي كيقول هذاك يشبه، لان في الاخير ما كاينش شي حاجه اللي تقنعنا بان داك الزوج ديال اسماء حلاوي. كاين ادعاء وكاين ادله فقط تشير، حد هنا باش نقولوا يقين، أدلة تشير، ويمكن تشير هذه الأدلة على نقاو أدلة أخرى تشير شي شخص آخر، دونك حنا ما كنقولوش فيديوهات مفبركة. وقع استدلال غير مباشر خاطئ، الدفع بكون توفيق بو 20 ليس هو المثيل في الشاشة لا يعني إطلاقا أن الفيديوهات مفبركة، هذا هو الخطأ اللي وقع، هذا الخطأ وقع متعمد في الحقيقة. الخطأ عمدي، وقع استدلال غير مباشر النيابة العامة يا سيدي لكي يقال أن هناك في أن هناك خبرة أنجزت، هذا الشيء اللي طلبت النيابة العامة، النيابة العامة هي اللي تقدمت بهذا الطلب هذا، اعتبرت أن لكي يقال أن هناك خبرة أنجزت، أما هو في الحقيقة لا علاقة له بالسؤال الجنائي العريض والكبير والذي سيظل مفتوحا. وكان المحكمة اجتمعت لديها أدوات الاقتناع في الأول كتاخذ حكمت على توفيق بو 20، حنا لحد الآن جاز 8 شهور باقي ما حكمناش على توفيق بو 20، لأن كل حجة كتجي تقيمها النيابة العامة كطيح، كل حجة كتجي تقيمها كطيح، وحنا باقيين ديك الحجاج كيطيحوا، وهذا فصل خريف راه كل شيء كيطيح.